كتواصل نحن سنبقى يعني مساندين للجزائر ولقمة الجزائر والمخرجات الجزائر وكل التوجهات التي سوف تأخذها الجزائر للرفع من هذا العمل العربي المشترك نحو الأفضل، ونكون مساندين للجزائر كالعادة في كل مناحي في حقيقة الأمر هذا لا مكان للتشكيك في أي شيء. هذه قمة رائعة بجميع مخرجاتها وجميع مكوناتها. كان الاستقبال منذ حل كل وفد عربي إلى الجزائر كان محل ترحاب كبير ومحل حفاوة من المسؤولين ومن الشعب ولا حتى من الأناس الذين هم مهتمون براحة هؤلاء المؤتمرين الكل، معناها المؤتمرين من المشاركين في هذا المؤتمر وفي هذه القمة. والكل نشكر الشعب الجزائري على هذه الحفاوة وعلى هذا الاستقبال وما وفرته السلطات الجزائرية يعني من كرم ضيافة، ونحن ممتنون لذلك، وهذا يعني ليس بغريب على الجزائر. وحنا نقول الدار الكبيرة، والدار الكبيرة مرحب بكم كلكم هنا في الجزائر. شكرا لك.